نجلاء بلوري صحفية لجلوبال جيرل ميديا. اليوم يجتمع الشباب المغربي من مختلف المناطق لإثبات حضورهم عن طريق إنشاء مجلس استشاري يمثل الشباب، وذلك بتنظيم ملتقى شبابي لتشجيع مشاركتهم الفعالة تطبيقا لما جاء في دستور 2011. يريد هاري أن يحييكم جميعا وأن يحيي المجالس الشبابية المجالس المحلية للشباب على هذه البادرة. Les recommandations et les propositions qui vont être produites de votre travail aujourd'hui vont trouver des interlocuteurs en face de vous qui vont profiter de votre expérience et votre l'énergie que vous voulez investir. مرحبا بكم في إطار هذا الملتقى حتى نخرج ضمن هذا الملتقى الجهوي. نستدعينا فيه منظمة شبابية، نستدعينا فيه الجمعيات المدنية، وأيضا حتى التنسيقيات الجمعوية، وأيضا أساتذة مختصون في الميدان، على أساس أننا نخرجوا نبلورو تصور موحد من أجل أننا نخرجوا بالهيكلة والأدوار اللي ممكن يقوم بها المجلس المحلي للشباب المحلي على مستوى المدن والمجالس الجهوية ثم المجالس الوطنية. يعني كيفاش بغيناها تكون من المجلس المحلي إلى الوطني، يعني مرورا بالجهوي بطبيعة الحال. انتظاراتنا من هذا اللقاء هو الإحداث والعمل على صياغة مذكرة يقع إعدادها من طرف الشباب بعد الاشتغال في إطار جملة من الورشات يؤطرها جملة من الأساتذة المتمكنون في هذا الميدان، وذلك للترافع في هذا الإطار على هذه المذكرة وإيصالها إلى المصالح المعنية. جينا اليوم باش نحثوا على ضرورة مشاركة الشباب في إنتاج سياسات العمومية بالمغرب. هو مادة هو فصل كاين ارتيكل عندنا في وسط الدستور، ولكن عندنا فصول اخرى اللي هي اللي الشاب مكون من المكونات ديالها كمواطن مغربي. اذا المجلس كيفاش غادي يساهم حتى هو بدوره في التنزيل ديال هذه الفصول هذه؟ اول مطلب او اول مقترح ان يكون هناك تغطيه فعلي لهذا الشباب لكي على الاقل ان نعرف ما علينا وما يجب ان نقوم به، الواجبات وكذلك الحقوق. ما هو موضوع الشباب في مسلسل السياسات العمومية؟ تصور متكامل ومنذهل حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي في إطار مجلس الشباب والعمل الجمعوي. هو مؤسسة دستورية جاء بها دستور 2011 كمؤسسة اللي من خلالها حاول باش أنها تشكل واحد المنظمة لتأطير الشباب والعمل الجمعوي، لأنه الذي ظهر بأن الدولة كانت تقوم بتبني مجموعة من السياسات العمومية وتطبق وتنفذ هذه السياسات العمومية، ولكن الإشكال الذي كان يطرح دائما وهو في غياب التوازن أثناء تطبيق هذه السياسات، واتضح بأن هناك فئة مجتمعية وهي فئة الشباب لم تستفيد بالشكل المطلوب من مختلف السياسات التي كانت تتبناها الدولة. لماذا؟ لأنها كانت سياسات عامة وشمولية. كان فضاء ديال النقاش متميز كيف ما قلت، خلص أرضية مرجعية اللي على أساسها غيتصاغ مقترح قانون اللي فيما يستقبل من الايام غادي نترافعوا عليه جميع كمجالس محليه، وغنحددوا فيه وجهه نظرنا ورؤيتنا للهياكل والادوار والاختصاصات اللي ممكن يلعبها هذا المجلس الشباب، خصوصا وانطلاقا من المجالس المحليه للشباب اللي احنا بالنسبه لنا هي النواه الاساسيه لهذا المجلس الوطني. Events like this enable Moroccan youth to actually have input into the political reform process, to share their experiences, to share their perspectives, because they're the future of the country and they have a lot to say. And I think if these types of events are replicated throughout the whole country, it's going to be a very positive sign for political reform here in Morocco. تعمل المجالس المحلية للشباب حالياً على تحويل مقترحاتها إلى مذكرة ترافع لتوجيهها إلى البرلمانيين كي تعتمد كأرضية لصياغة القانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.